صباح الخير متابعين قناة زاكروز الفضائية، صباح الخير زملائي داخل الاستوديو. اليوم موضوعنا هو ماذا تصف الشخص الذي يزيح زملائه في العمل من أجل المناصب؟ خليكم ويانا نشوف آراء الناس. هذا الشيء عندنا متواجد بكثره وبدنا نلاحظه بهواي اشغال. هذا الشيء يهدف انه هذا الشخص يكون عنده نقص، تحسين عنده نقص بداخله يريد يعوضه بغير طريقه بس ما دا يعرف شلون. وهذا الشيء يكون اختيار الصديق اللي يكون اما مزعج او مثلا يريد يتخلص منه بطريقه في سبيل يحصل مكاسب هذا الرزق او هذا المنصب حتى يتخلص من عنده عن طريق ازاحته لهذا الشخص. وهذا الشيء طبعا غير لائق مجتمعنا وغير لائق كصديق اننا راح نخسره وراح يخسرنا بهذا الشيء. والله انا من خلال خبرتي الطويله يعني مجال العمل سواء كان عمل بالسوق او بدوائر الدوله، يعني انا يعني بدوائر الدوله بحدود 35 سنه مرت علينا هواي نماذج. أنا أفضل بعد هذا العمر الطويل وأنصح كل واحد أن يقدم أجمل ما عنده. أولاً هذا بلدنا يستاهل كل خير. حقيقة هسه أنا على أعتاب التقاعد يعني أحس بألم لأنه أنا بعد عندي طاقة أقدمها وأفضل أن يعني أفيد زملائي أكثر. أكو صادفت في حياتي كثير يعني يريدون أنني يبرزون بشكل مو صحيح. المفروض اللي يريد يبرز يبرز بكفاءته بجهوده بإخلاص بعمله. احنا لازم نتعلم الأحسن ما نتعلم من المثال السيء. اللي يريد يوصل بسرعة يقع بسرعة، وهاي فعلا صارت يعني عندنا هواي شفتاني. المفروض الإنسان يكون طموحه مشروع من خلال العمل من خلال التفاني من أجل يقدم ما يقدر يقدمه بأثناء يعني من رجع البيت هو يقول والله أنا اليوم قدمت فتشي للعمل للوطن البلدي الأهلي الناسي. هذا هو المفروض. أما ما أجي أني أسوي مشاكل وأحكي على هذا وأحكي على هاي وماذا شنو عمد أنا أقعد بمكانه ما أظن هذا يليق بينا. إحنا أولا كإسلام، ثانيا كعراقيين إحنا كنا مثال للدنيا كلها بالعلم وبالعمل وبالحضارة. المفروض الإنسان يعتمد على نفسه وعلى كفاءته من أن يوصل بالشكل الصحيح وليس بالشكل الملتوي. والله يعني هذا الشخص اللي يزيح يعني زملاء عن العمل على مود المنصب يريد يوصل المنصب، هو هذا يكون يحب ذاته يحب نفسه أكثر ما يحب يعني الشخص الغيره. وإحنا عندنا بالإسلام حب لأخيك ما تحب لنفسك، بس هسه بهذا يعني بهذا المجتمع حاليا هاي السالفة كلها انتهت. بعد ماكو هاي الأمور هسه يلا قوم أنا بدالك. الشخص اللي يزيح زملائه والزملاء على مود المناصب، اولا هي الصداقه علاقه يعني لازم تكون على تبنى على الاحترام والود والتفاهم. فالشخص اللي يزيح اصدقائه على منصب او على هسه الاغلبيه مو منصب، الاغلبيه على مود بنيه او على مود فتشي عابر يفتعل مشاكل ويا اصدقائه، فهي تعتبر من الاصل هي صداقه مصلحه تبنى على مصلحة. هو صدقة أي شيء يبنى على مصلحة هو شيء تافه وشيء فاشل وبالأخير ما لح يوصل إلى أي نتيجة. فهذا يعني أقل كلمة يمكن أوجه هي أنه مو رجال، باختصار أنه هذا مو رجال. لأن شوفي أجمل ما في الحياة الصديق، الصديق الصدوق الوفي. وكمجتمع إذا ما تتعاشر ويا الناس وتعرف صديقك من عدوك، والصديق يبين وقت الضيق، فبوقت الضيق تعرف منو صديقك ومنو عدوك. وصلنا لختام فقرتنا لهذا اليوم في موضوعنا عن الصداقة، وأغرب الناس اختاروا الصديق الوفي، وهذا عاد إلى زملائي داخل الاستديو.